عندنا ألفاظ شركية. من هي عنها؟ يقول مثلا ما شاء الله وشئت، الواو مساواة. 比如有人说，是安娜的抑郁和你的抑郁。يقول لولا فلان لحدث حادث، لولا كابتن الطائرة لسقطت الطائرة. 比如有人说，如假如不是某种情况，就会出现某种情况。لا يقول لولا الله. 说假如安拉。لولا الله وحده. 假如安拉是独一的。أو يقول لولا الله ثم أقائد الطائرة. 如果安拉不是那样，会怎么样？الآن عندما تنزل الطائرة. 现在这个飞机降落了。ماذا يصنع الناس؟ 我们人们怎么做了？ يصفر بعض الناس يصفر. 有些人这个鼓掌。لا المفروض يقول الحمد لله. 我们实际上不应该那样去做，我们应当说感赞安拉。كان يريد يحدث حادث ثم الحمد لله نجونا من الحادث. 一个人差点险些出现车祸，应当感谢安拉。نقول هذا السائق هو من أنقذنا. 如果你是说那个司机造成。لا نقول لولا الله لحدث حادث. 你说假如安拉怎么样？ أو لولا الله ثم السائق. 或者说如果没有安拉的保护，就会出现怎么样？نعم.